لأسوان، واللي بدأ فيها مشروع تطوير وتجميل منطقة الطابية التاريخية، واللي بتعتبر واحدة من أبرز معالم المحافظة. من المفترض إنه أعمال التطوير دي هتتم على مرحلتين. خلونا نعرف التفاصيل ونستقبل على التليفون المهندس سيد مدني، رئيس مجلس مدينة أسوان. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس، ولو تقولنا تفاصيل الأعمال، أعمال التطوير اللي بتحصل في منطقة الطابية بأسوان. صباح الخير عليك استاذ هدير، صباح الخير استاذ محمد الشاذلي، صباح النور اهلا صباح بحضرتك. الخير على الساده المشاهدين وعلى مصر جميعا. طبعا مسجد الطابية او منطقه الطابية تقع في وسط مدينه اسوان، بيعتبر من اقدم المساجد الاثريه بالمحافظه ومن اقدم المزارات السياحيه. وتاريخ هذا المكان بيرجع للقرن 19، وهذا المكان هو عباره عن تله جبليه كان مقام عليها طابية عسكرية وأول مدرسة حربية في عهد محمد علي باشا، ثم تحول إلى مسجد في عهد الزعيم جمال عبد الناصر. بداية بدأ العمل فيه في عهد السيد الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر، واستمر العمل لمدة 4 سنوات، وتم افتتاح هذا المسجد في عهد السيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. هذا المكان له طابع تاريخي ومزار سياحي للسائحين، وله طابع ديني لأهالي أسوان جميعا، لأنه بتقام فيه الأعياد الدينية والمزار السياحي مقصد للسائحين اللي بيتوافدوا على مدينة أسوان. في طبعا كان هذا المشروع اللي احنا إن شاء الله هنبدأه على مرحلتين، هو مشروع إحياء لهذه المنطقة بتطوير شامل، ويبدأ على مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ بتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد، وهذه المنطقة زي ما احنا شايفين كده على الشاشة منطقة الحدائق والأسوار، دي حوالي 9 أفدنة، والمسجد المقام لمكان الصلاة اللي هو موجود على التلة ده 700 متر مربع. المرحلة الأولى بتبدأ في تطوير المنطقة المحيطة، حيث ان هذا المسجد بيطل على 4 شوارع، منها شارعين رئيسيين من الناحية الغربية والناحية الجنوبية، وشارعين فرعيين من الناحية الشرقية، وشارع مغلق هيتم فتحه من الناحية البحرية، ويكون كده المحيط الكامل المسجد ب4 شوارع رئيسية. ايه اللي هيحصل بالظبط يا فندم في الشوارع دي؟ يعني هنبدأ شارع الشواربي تقريبا وشارع البندر. تمام، شارع الشواربي، شارع شرق البندر طبعا هيتم توسعته اللي يكون فيه حارتين مروريتين، زائد مكان انتظار للسيارات للرواد المسجد والزائرين، لان المنطقه دي تعتبر منطقه وسط المدينه وبتبقى مزدحمه جدا، خاصه في الاعياد والمواسم الدينيه. شارع البندر هيتم توسعته بمقدار حوالي 11 متر تقريبا. شارع الشواربي الجديد هياخد نفس الاتساع بحوالي 11 متر، هيكون في حاره مروريه متسعه، في حاره تهدئه مروريه، في باركنج للسيارات لرواد المسجد. الشارع الناحيه البحريه، الشارع ده مغلق يعتبر، كان ممشى فقط اللي هيتم فتحه برضه للسيارات، وهيتم برضه في باركنج للرواد المسجد. يعني كل المنطقه المحيطه هيتم احيائها على المرحله الاولى، يعني تكلفتها حوالي 13 مليون جنيه اللي هنبداها ان شاء الله، ودي تم اعتماد الرسومات الهندسيه باشراف معالي السيد الوزير المحافظ اسوان اللي هو اشرف عطيه، اللي هو بيشرف على هذا الموضوع بنفسه، ونزل في دوله بالامس لتطبيق الرسومات الهندسيه على الواقع وعلى ارض. كان هناك جوله لسياده المحافظ في المنطقه، واعطى تعليمات خاصه بمساله التطوير اللي بتحصل في منطقه الطابيه، واعتقد انه كمان التطوير ده يتماشى مع ما يحدث في كورنيش النيل القديم والجديد. نعم، هي خطه متكامله للتطوير فيما يحدث من تطوير في مدينه اسوان، سواء كان الكورنيش الجديد او منطقه السوق السياحي، منطقه المحطه، الكورنيش الجديد، منطقة الطابية، في دي خطة متكاملة للتطوير الذي يتم في مدينة أسوان. طيب، في يعني وقت زمني يخلص فيه الشغل في هذه المناطق؟ إن شاء الله المرحلة الأولى اللي هتبدأ إن شاء الله هذه الوقت الزمني 6 شهور من بداية بدء العمل، في بداية شهر 9 إن شاء الله لمدة 6 شهور بالمرحلة الأولى،
ثم تبدا المرحله الثانيه للتطوير الداخلي للمسجد اللي هو البانوراما اللي موجوده، سواء كان المسجد نفسه 700 متر المساحه كمكان الصلاه او ما يحيط به من حدائق زي ما احنا شايفين كده في الصوره. طيب باشمهندس السيد، احنا كان عندنا مشكله اختناق مروري في شارع الحدادين، هل دي برضو بتكون من ضمن الحاجات اللي هيتم تطويرها في الطبيعة؟ طبعا دي كانت أولوية أولى من المشروع الاختناق المروري في شارع الحدادين، وده اللي هيتم توسعته بحوالي 11 متر للشارع الرئيسي، ثم باركنج أو مكان انتظار للسيارات علشان نقدر نفك الاختناق ونقدر نسيل الحركة المرورية الموجودة في شارع الحدادين مرورا بالشارع الجديد. طيب احنا بنتكلم في تقريبا وقت زمني 6 شهور، يعني على الشتاء القادم يكون هذا المقصد السياحي مفتوح امام السياح والزوار؟ ان شاء الله ان شاء الله على الموسم القادم هيكون ان شاء الله هذا المقصد السياحي والمزار السياحي مفتوح وجاهز لاستقبال الزوار ان شاء الله. طيب في خطه تسويقيه ما نعرف بقى الناس اللي جايه انه في منطقه جديده اتفتحت يتم زيارتها سواء للسياح من بره مصر او كمان للزوار من جوه مصر؟ طبعا الجهاز الاعلامي لمحافظه اسوان سواء كانت على الصفحه الرسميه او على القناه الاقليميه للمحافظه بتقوم بدورها اعلاميا في التسويق لهذا المكان او التسويق من خلال الرواد او الزوار او السائحين الموجودين اللي بيتوافدوا على هذا المكان. عظيم جدا يا باشمهندس، طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. طبعا منطقه الطبيعه منطقه تاريخيه ومنطقه اثريه تم انشائها زي ما سمعنا طبعا في عهد محمد علي باشا سنه 1811، كانت اول مقر للكليه الحربيه في مصر وفي المنطقه كلها، فلذلك الاهتمام بها شيء غاية في الأهمية حتى تعود مرة أخرى إلى طبيعتها وتعود منطقة جذب سياحي زي ما تابعنا. كان عندنا مجموعة من الشوارع فيها اختناقات مرورية، زوار المسجد، مسجد الطابية برضو كان بيبقى فيه زحمة في هذه المنطقة، فكان حل هذا الأمر بإيه؟ بأننا نوسع الشوارع، وده بالفعل اللي بيحصل زي ما شفنا شارع الشواربي وغيره من الشوارع، شارع الحدادين، كل الحاجات دي كان فيها اختناقات مرورية، فاحنا قمنا بتوسعه هذه الشوارع وعمل برضو مجموعة من اللمسات الجمالية في هذه المنطقة، عمل كمان جراج عشان العربيات اللي بتيجي عند المسجد بتبقى عاملة لرواد المسجد، طبعا بيكون في زحمة واختناقات مرورية في هذه المنطقة، فعملنا حل برضو سريع لهذه المنطقة. فمنطقة الطابية بشكل عام بتشهد عملية تطوير بحسب ما شفنا وتابعنا من المهندسات. شكرا جزيلا طبعا لحضرتك المهندس سيد مدني، رئيس مجلس مركز ومدينة أسوان.